وهرب حتى، او انت واقف سواء قدام الجدار او انت واقف وقوف عادي. يعني لو انا واقف وقوف عادي بحط الحصان في وضعيه انه يمشي على جنب بدون ما احرك لا يمشي على جنب، نظرك يمشي على جنب لا، ثم وقفه بعد ركبته المستقيمه انا بس بحط وضعيته كذا وانتظره. يعني كحصان موزوع عشان يعطيني على طول، كحصان جديد يمكن يقعد نص ساعه ما يتحرك. بس الفكره وش هنا؟ يعني لما اجي اوقف حصان قدامك ثم ما اسوي شيء، بس لاحظ ركز في ديني ما اسوي شيء، فقط عكفت ركبته كذا واستغرقت والان اكتشف شو مفهوم تحرك. فهنا وش هي؟ اني اعلم الحصان اني استطيع التحويل، ما تفيدك حتى بالتبديل مستقبلا اذا تبغى الحصان يبدل، انك تتحول الخارجي للداخلي والداخلي للخارجي بسهوله. الحصان واقف كذا استطيع بسهوله وانا واقف اخليه يسوي كذا، قدم هذا وصار هذا الخارجي ورجع ذا وصار ذا الداخلي، ثم مشينا على جنب شوي ثم سويت العكس. وانت ماشي خاب لو سويتها الحصان يمشي كذا، فلو خليت الحصان يمشي على جنبه وخليت الكتف هذا يطلع قدام والكتف يرجع ورا سوا بدل. لكن يبدلون بالشكل الصحيح طريقه امريكيه او الفرنسيه الاسبانيه بس اسبانيه الى اخره، يبدلون عن طريق التحكم بالاتجاه زي ربعنا، يبدلون عن طريق الضرب وتغيير الاتجاه فقط والمنشار وغيره. التبديل الصحيح هو يتم عن طريق التحكم بالركبه والكتف، لان الكتف الامامي هو اللي طلع فيه. تبغى يبدل في الاخرى رجع كتف هذا هنا. كيف ترجع كتف ذا وانت متحكم بالركبه؟ فتفيدك ايضا بموضوع اللفات العكسيه. طبعا زي ما قلت موضوع المشي على جنب برضه هم يسمونه في الطرق الاخرى في المهماس، يعني تكفل عليه بمكان معين، هنا المهماس ضاغط الداخلي ومانع جاب ركبته هنا، وهنا انت فك فالحصان ينحاج من جهه الجهه الاخرى، ينحاج من المهماس هذا للجهه هذه، فتلاحظ انه يبالغ في السرعه. التسليك او في المواكبه ما ابغى يروح كذا، ابغى انا مودق، ابغى تكون المشي على جنب بطيء بالسرعه انا احددها، يمكن انا ازيدها شوي او انا ابطئها شوي، بس ما ابغى الحصان مجرد اني ادق بالمهمات دقه بسيطه يضمر يسار، ثم دقه ودقه بسيطه يضمر يمين، هي مرغوبه عندهم هناك في قتال الثيران في راعي البقر مطلوب الشيء ذا، في وضعي انا ما ابغى شيء، انا ابغى الحصان يلف على كيفي، انك لو باختصار الحصان اللي يحترم المهمات او رجل بالشكل هذا معناته لما يروغ او يخاف من شيء معين يطيحك حاسك. ما تبغى الحصان يلف على جنب، تبغى انا امشي على جنب. طبعا اعيد اكرر، ابغاه يبغى يمشي على جنب، يبغى يمشي راغب في المشي، بس مو مشي فيني انا مرجعك، بس برضه انت تبغى ترجع، انا ممشيك على جنب وانت تبغى تمشي على جنب، اقنعتك في الموضوع. اما انك انت ماشي فيني على جنب ما ابغى، انت راجع فيني ورا ما ابغى، فانتظر. واثناء الانتظار وضح الحصان وش المطلوب، وفي عده طرق زي ما شرحنا، على برا على تحت على فوق، كلها تفيد وتفيد بدقتك. ركوبك خطا بتفيد بترقيع دقتك، ركوبك صح بتفيد بتسريع تحسن الحصان او التوضيح وش تبغى بالضبط، طريقتك مختلفه بتكون نتيجه مختلفه لكن الخطوات واحده. هذا رايي موضوع مسك الشعر او مسك السرج اثناء الركوب او اثناء الصعود العقب، الفحجه كيف تفكها، موضوع الحصول على اللي تبغاه بالضبط بالرشمه فقط او بالحبل قبل تركيب الادوات، سواء في وضعي بس كذا انا اركب العناد بس او في طرق الركوب الاخرى يبغى تركب مهماز وسرج وعصا، لابد تحصل على اللي تبغاه بالضبط قبل ما تركب الادوات. اذا الحصان ما اعطاك اللي تبغاه بالضبط بالحبل لا تنتقل للشكيمه، ترى شغلك خطا، مو بشغلك مو بحلو مو بزين، خطا. الا اذا كان زي ما قلنا خطا قصدي في وضعي، لا هدف اني ابغاه. كونك بتركب ركوب عشوائي اللي هو ركوب متعة عند اغلب الناس هذا شيء اخر، الحصان منطلق مبسوط الشخص او الحصان يقمص الشخص مبسوط، الحصان يشنع ويطيح ويسوي مونتاج للمقطع مبسوط، هذا شيء راجع له. فاتكلم عن الشيء اللي انا ابغاه، التحكم الحقيقي. هذا رايي في الموضوع هذا.